عرق الخبراء ديال المنظمه العالميه للصحه، وهو الامر وجود هذا المركز هذا، لان الفضل كيعود جلاله الملك نصر الله اللي سهر على تعزيز هذا المركز، وشرفنا كذلك بالاعطاء الانطلاقه ديالو هي السياسه التي وضعتها وزاره التي وضعتها منظمه العالميه للصحه. فاذا ما اتحدناش اليوم جميعا وجميع الفعاليات للمجتمع المدني وللسياسيين مؤهلين مستعدين للانضمام والعمل الجاد والعمل المبارك، ما كناش مجموعين هنا اليوم. ثانيا العامل صاحب الجلاله على اقليم المحمديه اللي ما فتئ يشجع ويقوم، هو دائما موجود من اجل الارتقاء بالقطاع الصحي في المدينه، اجر والجزاء لله سبحانه وتعالى. فهذا عمل خيري، لا ننتظر شيئا من اي احد، ولا ان ننتظر الشكر فننتظر الشكر من الله سبحانه وتعالى. ندوزو دابا للبريزونطاسيون مع السياسه الوطنيه ديال وزاره الصحه كذلك والمنظمه العالميه للصحه. غير ارتفاع الضغط الدموي، وارتفاع الضغط الدموي مرض بسيط جدا عنده علاج ديالو، وهذاك المضاعفات ديالي خطيره، كتكون عندنا لاطونسيون ارتيريال، من بعد نطيحوا في الانسوفيزونس غينال، من بعد نطيحوا في الغين الريتينوباثي ديابيتيك. المساعده ديال الطاقم الطبي والشبه الطبي ديال مركز امراض المسكينه استطعنا باش ندير لهم واحد المجموعه ديال الفحوصات ديال التحاليل ديال الخزان ديال الداء السكري، والنص ديالو خدينا واحد البرنامج معلوماتي متطور جدا اللي غيكون سابقه من نوعها في المنظومه الصحيه في القطاع العام في المغرب. دونك هذا اللوجيسيال هذا شنو غنديروا به؟ هو لا تراسابيليتي ديال لو باسيون اللي عنده لا مالادي كرونيك. هذا سي لوجيسيال معلوماتي اللي غادي ندخلوا فيه المريض، وغادي نعرفوا ليستوريك ديالو، وغادي نتبعوه شنو الادويه. بحال دابا مثلا يقدر يجي مريض السيمانه الجايه وندخل لو دوسي ديالو الكترونيك ونعرف شنو الادويه اللي خدا، شنو هما لي زاناليز اللي خصو يدير، شنو هما لي غادي خصو يدير، ونشوف الحاله ديالو واش كتحسن ولا ما كتحسن. كاين سي سعيد هو امين مع لو تريزوري ديال الجمعيه المركزيه للامراض المزمنه، سي فيصل الاحمدي كفاء مهندس كفء معروف على الصعيد الوطني، دونك هو اشتغل بزاف واشتغل بواحد الطريقه جديه لدرجه انه ما خدمش هاد ثلاث ايام باش يخدم مع الجمعيه ويهيئ لهاد الحمله هذه. الاستاذ سي محمد خيي بابا غني على التعريف، هو غيعرفنا براسو كلمه الشرف الاعلامي للجمعيه، وعندي شرف كبير ان نتعامل مع الاخوان، وان شاء الله نتمنوا الخير ونتمنوا المساعده ديالكم كاملين. مادام كنتمي للميدان الصحفي كنوجه نداء لكل الاخوان ديال الاعلام، انا فرحان بزاف بوجودكم اليوم، وبغيناكم تكون واحد الضغط قوي باش نحاول المدينه كلها نجمعوها حول المرض المزمن، حول الناس بشكل اللي كيعانيو في صمت واللي ما عندهمش. وانطلقنا من الحالات، راه كاين الناس اللي عندهم وملي كيوقع مشكل ما كيعرفوش فين يمشيو، لان الانسان ملي كيمرض كيتلف بحال كنقولوا كتلف به الارض. ونتمنى على الله بان تعرفوا بالجمعيه باش الجمعيه تكون هي السند، وتكون هي اللي تساعد هذوك الناس باش توصلهم، باش على الاقل تخفف عليهم وتوصلهم للمكان اللي خصهم يوصلوا ليه. شكرا. واعي، عضو نشيط جدا في الجمعيه، ولولاها ما كناش غننظموا هذه الحمله هذه. عرضات على ناس مهمين اللي هما الرئاسه ديال جامعه الحسن الثاني في المحمديه، وهذا شرف كبير لنا اليوم، لان جاونا ضيوف من المعيار الثقيل ومن الوزن الثقيل، وناس اللي مشهود لهم بالخصال ديالهم والاخلاق الطيبه ديالهم. دونك هذا كيشرفنا وكيزيد كيشجعنا ان شاء الله باش نضيو في هالطريق هذه ان شاء الله مستقبلا. غزلان تمثل قطاع الطلبه، قطاع الطلبه والشبيبه ديال الجمعيه، كنشكروها حتى هي الحضور ديالها والمجهود اللي درتها. طالبه جامعيه هذا الانجاز.
كنت كنقول لهم باش يديروا يد في يد من اجل الخير لهذه المدينه. هذا هو اهم شيء. وابناء هذه المدينه هذه. هو اليد في اليد. وكفانا كفانا من تطاح ناس، كفانا من الهضره الخاويه، خصنا العمل. خصنا العمل. العمل ثم العمل ثم الاجتهاد في الاجتهاد. شعار الجمعيه. شوف هذا الشعار الجمعيه. تعاون جمعيه تعاون إلى أن تحدث الأمراض المزمنة في مدينة محمدية.